من يوم الاثنين اللي فات على هذا الوضع، واتصلنا ورحنا لرئيس الوحده، رئيس الوحده المحليه جاي هنا بص من يوم الاربع ومشي من ساعه ما جه هنا ومشي، ما عادش يرد علينا الا النهارده. وبعتنا شكوى رئيس الوحده المحليه، جه هنا يوم الخميس اللي فات، جاء بالعربيه الكسح، جاء قال لك العربيه ما فيهاش ميه عشان ننظف. السلام عليكم. عليكم السلام. ننظف المجاري، ننظف الخليج عشان ايه؟ الصرف اللي فيها، واحنا فاتحين سوبر ماركت هنا ومضطرين منه ليه؟ من الريحه بتاعتها. بالنسبه للصرف الصحي ده بالنسبه لهنا ده يعتبر سوء استخدام من الناس، لان برضه الناس بترمي فيها، بترمي كدلزات، بترمي حفاضات، بترمي كده كلام. حتى لو اتعملت المجاري هتستفاد، يعني حتى لو عملوا مواسير 120 بوصه ده سوء استخدام من الناس. لا احنا طول عمرنا عايشين في احنا ده الموضوع ده مش اول مره ولا اخر مره، يعني احنا من سنين اللي فاتت والموضوع ده بيتكرر، مش اول مره. طب وإيه؟ زباله موجوده، زباله ما حدش بيسال في الزباله، الصرف الصحي لاخر. هو هنا القريه محتاجه واحده محليه. هنقول المحل خربانه، مش عارفين نعمل المحل بتاعنا، عارفين نتعدى، عارفين نروح، عارفين نيجي، ولا في بضاعه بتطلع العربيه بتعرف تخش بركه الميه كمان. عارفين نمشي كده، عارفين نمشي كده. ادي الحكومه بتاعتنا اللي بتعمل لنا بتاع الصرف المغطي ولا البتاع اللي بيعملوه. بقى له قد ايه الصرف؟ ده بقى له 5 سنين. ولا تعمل اتهبل 5 سنين ولا اكتر من 5 سنين. هو حد بيسال في حال واد محلي ده جت عمل جبت العربيه وقفت 5 دقايق وراح ماشي. بقول لك انا مش عارف اسلك، قلت المسؤول عايز بالله اعمله كده، كل مسؤول في الدوله ما بيعملش بالضمير.